فوق وتحت. احنا طالعين السينما دلوقتي. شكرا يا جماعه، شكرا جزيلا. هي اتبنت في اواخر الثلاثينات واتفتحت في سنه 40، يعني خلص الانشاء بتاعها 39 40 واتفتحت في الوقت ده. وهي مصممه على راديو سيتي، على نفس يعني هي نموذج مصغر للسينما بتاعت راديو سيتي. السينما والمسرح مقفولين بقالهم حوالي 10 سنين. كان في مستاجر المكان وانتهى عقده في اوائل التسعينات وما جددش عقده وما كانش بيدفع ايجاره، فهم الملاك كانوا رافعين قضيه عليه وكسبوا القضيه دي في سنه 2000 وطردوا المستاجر ده. وقعدوا من سنه 2000 بيدوروا على حد يشتريها لغايه لما احنا اشتريناها منهم سنه 2009. احنا هنا في السلم ده اللي بيطلع على الغرفه بتاعه العرض اللي فيها البروجيكتور بتاع السينما، وجوه هنا هو في الاوضه اللي بيتخزن فيها الحاجات اللي بتستخدم في المسرح عامه، يعني جزء من الديكورات والفرش والحاجات دي كلها. المستاجر ده وهو خارج فك اجزاء كتير قوي من اللي كان يقدر يفكها من الـ الاجهزه بتاعه السينما والمسرح، وفتح خرطوم الحريق، حنفيه الحريق جوه السينما جوه المسرح، لدرجه ان هي غرقت اول 5 صفوف من المسرح. لما لقيناها زي ما بقول لك هيكليا كانت كويسه جدا، ولكن كاكسسوارات كانت كلها متاخده منها. هي كعقار من احلى العقارات من الناحيه المعماريه، طبعا لما تشيل التعديات اللي حصلت عليه وترجعه لاصله هو من احلى العقارات من الناحيه المعماريه. نمرة 2 انك انت يبقى عندك سينما ومسرح في وسط البلد، ده هيشدلك هيجذب كمية ناس من كل حتة في القاهرة. يعني لغاية دلوقتي في مصر كل الفكر كان انك انت لو تاخد عقار قديم، حاجة من 2، يا تهده وتبني مكانه عقار جديد بمواصفات بفكر جديد خالص فتخسر هذا العقار القديم، او تحافظ على هذا العقار القديم وكان كل الفكر انه هيتقلب متحف. حصل تغيير جذري في اداره السينمات على مدار 15 20 سنه اللي فاتوا، وان الفكره الصاله اللي فيها 900 كرسي او 800 او 1000 كرسي ما بقتش موجوده، وبقت بتتقسم الى شاشات عرض اصغر كتير، حاجات 50 كرسي لغايه 400 او 300 كرسي. فكره انك انت لو عندك قاعه كبيره يعني معناها ان انت لازم تملى القاعه دي بفيلم واحد طول اليوم في 6 حفلات على مدى فترة معينة، يعني أسهل أنك تملى بقاعة صغيرة عن ما تملى بقاعة كبيرة. استخدامها كسينما بالوضع اللي موجود في عالم السينما النهاردة أو صناعة السينما النهاردة هيبقى صعب جدا. ميتين فنان من مصر والعالم العربي وأوروبا، معرض فني تشكيلي، 12 فرقة مسرحية ورأس معاصر ورش فنية. هو فكرة دي كاف، فكرة ما نقدرش نقول ان هي بتاعت شركة اسماعيلية او احنا اللي ابتديناها، لان كان في مهرجان اتعمل في سنة 2000 و2001 اسمه النطاق. مهرجان وسط بلد الفنون المعاصرة كان الفكرة موجودة من زمان عند ناس كتير، هم عايزين يعملوا مهرجان واحنا متحمسين للفكرة، احنا اللي بننفذه، هم عندهم اماكن واحنا محتاجين اماكن، فقدرنا ان احنا نوصل للصيغه دي. ما كانش فيها يعني اي، لان احنا خدناها ببلاش، كان عندنا 8 حفلات غنائيه او موسيقيه عملناها في سينما رادو. هو مش معمول عشان الشركه تربح منه خالص، ومش معمول عشان اي حد يربح منه، هو في الاخر لو غطى تكاليفه يبقى كتر خيره. يعني لغايه دلوقتي الفن المستقل للاسف ما عندوش اقتصاديات واضحة انك انت تقدر تدير مكان بحجم سينما راديو وتقدر تدخل منه عائد يقدر يشيل المكان، وفي نفس الوقت انت بتعمل بيه نوع من انواع الدعم لهذا الفن. فكرة انك انت تقدر تاخد عقار قديم وتحافظ على هذا العقار بس تعيد بتألف النشاط جديد بتاعه من أول وجديد بحيث ان هو يبقى اقتصاديا
مربح كفايه انك تحافظ على شكل العقار، دي المعادله اللي لسه ما اتظبطتش في مصر.